السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الأورتوغراف عنوان الدرس المقاطع الصوتية أي أي إي آي آي, اي, اي. دعامة الدرس ليزينوفاسيون كيون شانجي نوتر في الابتكارات التي غيرت حياتنا الابتكار الأول لا بوتاي سوي فوتر كونسوماسيون دو إيمي دي غابان لمين كونتيلي تون القارورة الذكية تتبع إستهلاككم من الماء وترسل تذكيرات ضوئية عندما يحين وقت الشرب الابتكار الثاني لوغفاي أنتيجون إكونيكت آبوت المنبه الذكي متصل بمذكرتك الشخصية ويمكن له أيضا التفاعل مع خدمات أخرى الابتكار الثالث الأفتتاح إلى فيرميتور دو فوتر بورتاي إلكتريك فيا فوتر أو فتح وإغلاق بوابتك الإلكترونية بواسطة هاتفك الذكي أو اللوحة الإلكترونية الابتكار الرابع لو فوتوي انتيليجون كي غولاش لا فاتيغ إي الأريكة الذكية التي تزيل التعب وتستعيد الطاقة نمر إلى أسئلة جوب اي السؤال الأول كو بريزونت لي فوتو دي دوكيمون سي ماذا تمثل صور الوثيقة في الأعلى هذه الصور تمثل ابتكارات فنكتب في الجواب سي فوتو بريزونت دي زينوفاسيون السؤال الثاني كيل لي دو سي دون نوتر في ما هو تاثير هذه الابتكارات على حياتنا الجواب سي زينوفاسيون فون في فاسيل هذه الابتكارات تجعل حياتنا سهله نمر الى فقره جو مانيبول اي ريفليشي السؤال الاول جو كلاس لي مو سوليني سولون لو سون انديكي دون سو تابلو الكلمات المسطر عليها حسب الصوت المشار اليه في هذا الجدول هناك الصوت اي والصوت اي والصوت اي وفي كل صوت نجد عمود خاص بالكلمه المذكره ماسكولا وعمود خاص بالكلمه المؤنثه فيمينا وفي فقرات النص نجد كلمه بوتاي تنتهي بالصوت اي وهي في المؤنث ثم كلمه غيفاي تنتهي بالصوت اي وهي في المذكر وكلمه بورتاي تنتهي بالصوت اي وهي في المذكر وكلمة فوتاي تنتهي بالصوت اي وهي في المذكر كذلك فنكتب الكلمات داخل الجدول بورتاي اسم مذكر ينتهي بالصوت اي ونكتب الاسم غيفاي وهو في المذكر كذلك ينتهي بالصوت اي ونكتب الاسم بوتاي وهو في المؤنث ينتهي بالصوت اي والاسم فوتوي في المذكر وينتهي بالصوت اي السؤال الثاني جو كومبليت لو تابلو بريسيدون بار الجدول السابق بهذه الكلمات فوي ورقة اوغاي اذن طاي قامة فنكتب الاسم طاي ينتهي بالصوت اي وهو في المؤنث ونكتب الاسم اوغاي ينتهي بالصوت اي وهو في المؤنث ونكتب الاسم فاي الذي ينتهي بالصوت اي وهو في المؤنث كذلك السؤال الثالث كو روماركتو كونسيرنون لوكلاسمون دو سيمو سولون لو جانغ ماذا تلاحظ بخصوص ترتيب هذه الكلمات حسب الجنس فنكتب les noms masculins se terminent par <hesitation> اي <hesitation> و les noms feminins se terminent par أي أي و الأسماء المذكرة تنتهي إما ب أي أو e -L أو أو e أو أما الأسماء المؤنثة فتنتهي إما ب أي دو زل أو -O -E -E أو ب e -E -E أو إي دو زل أو أو ب أو إي إي السؤال الرابع جونتور لانتخي <سؤال> دون سي دو ليست أحيط الكلمة الدخيلة في هاتين اللائحتين لا ليست ا اللائحه ا نجد كلمه داي ايكيغي اكوي وتري كل هذه الكلمات تنتهي بـ او اي, اي ال باستثناء هذه الكلمه فهي تنتهي ب او اي ال اذا هي الكلمه الداخلة وفي اللائحه الثانيه ليست بي نجد اسم اوغوي وفوتي شوفغوي سوي الكلمة أوغي تنتهي بالنهاية أو إي إل والاسم الثاني فوتوي ينتهي بالنهاية أو إي إي إل وشوفغوي تنتهي بالنهاية أو إي إل وكذلك الاسم سي ينتهي بالنهاية أو إل إذا نهاية هذه الكلمة هي المختلفة فتكون هي الكلمة الدخيلة كو ما ماذا تلاحظ نلاحظ أن الأسماء في اللائحة الأولى وفي اللائحة الثانية تنتهي بنفس الصوت وهو آي، إلا أن في الكلمة أكاي في اللائحة الأولى هناك قلب في الحرفين إي و اي فنجد هنا آي، وهنا آي، وهنا, اي وهنا اي ولكن في هذه الكلمة هناك إي ا مع أن الكلمة تنتهي بنفس الصوت وهو آي، فنقول أكاي، وكذلك في هذه الكلمة. أورغوي ينتهي بنفس الصوت الكلمات الأخرى إلا أنه هناك قلب بين الحرف إي و أو ولهذا في الكلمات التي تنتهي ب يكون قلب الحرف إي مع أو وكذلك الكلمات التي تنتهي بالصوت كوي يكون القلب بين الحرف إي و إي. أما في الأصوات الأخرى فتبقى النهاية هي إي آل فنكتب في الجواب Je remarque l'inversion des lettres e et u dans accueil et orgueil. نلاحظ قلب الحروف e و u في كلمات accueil و orgueil. La morale je retiens, je complète par. قط inversion des lettres. قلب الحروف. مذكر مذكر، les noms masculins se terminent par œil e. e, كوم ان لوسولي لو الاسماء المذكره التي تنتهي بالاصوات اي اي و اي مثل ان الأريكة الاريكا لو الشمس ان عمل لي نون فيمينان سو الاسماء المؤنثه تنتهي ب اي 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 كوم مثل بوتاي قارورة une taille, حجم إكسبسيون استثناءات inversion des de قلب الحروف e و u avec les mots en في الأسماء التي تنتهي بكوي كوم أكوي مثل الاسم أكوي استقبال يونغوي والأسماء التي تنتهي بكوي كوم أورغوي مثل أورغوي كبرياء Portefeuille et millefeuille sont des mots الأسماء Portefeuille حامل الورق و وهي اسم نوع من الحلوى هي أسماء مذكرة رغم أنها تنتهي ب e u e نمر إلى فقرة جمانترين السؤال الأول سي مو دون كولون ورتب هذه الكلمات في العمود المناسب سنكتب في هذا العمود الأسماء المؤنثة. وهي كوربي سلة، باي، تبن، غوزاي، نوع من العنب، ميغاي صور كبير، ميداي، ميدالية وفي الأسماء المذكرة نكتب غاي، سكة حديدية، خفاي، عمل، كونساي، نصيحة أو مجلس السؤال الثاني جو كومبليت مو اناشوفي الكلمات الغير المنتهية Fenot mimo l'asmr. L'oreille d'un robot se compose d'un haut-parleur. Odn robot ttekownu min mukbir sot. Oui, jumlel taniya. L'isem ogy odn yntehi bi sot ay. Owo ismun muannat yntehi ei dzal e. L'email a, a, a facilité la communication entre les internautes. البريد الإلكتروني سهل التواصل بين مستعملي الأنترنت الاسم إيماي ينتهي بأي إل وهو اسم مذكر الجملة سي أن تخي إتانا دو لوفاج الرافعة هي آلة للرفع الاسم تخي ينتهي بـ إي إل وهو مذكر الاسم أباغاي ينتهي بـ إي إل وهو مذكر الجملة دي

اي 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 اي, اي فنتمم الاسم B ب اي فتصبح الجملة دو دو ا فامي ا العمل عن بعد يمكن الناس من توفير وقت أكبر لعائلاتهم ولهواياتهم وننهي الاسم شونداي بالنهاية أي إل وهو اسم مذكر وتصبح الجملة لو شونداي انتيليجون بيرمي أ سيلوي لو بورت دو ميزوري سون ريتم كاردياك لا فريكونس إي دو سا ريسبيراسيون الصدرية الصوفية الذكية تمكن حاملها من قياس دقات القلب وتردد وعمق التنفس ثم نضيف النهاية او اي اي جزال او للاسم بورتفوي فتصبح الجملة لو بورتفوي انتليجون كونتين ان سيستام دونتي فول يون الارم انتي بارت افك بلوتوت محفظة النقود الذكية تحتوي على نظام ضد السرقة وإنذار ضد الضياع بواسطة البلوتوت ثم نضيف النهاية أي جزء او L'aise paille, jumelage. La paille intelligente permet de détecter la présence de drogue dans un verre. Alcaccia, la plastique, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache.